السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bersedia untuk soalan yang pertama dari surat Ali Imran ayat 104 juzuk yang keempat muka surat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sila ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. حسبك. Soalan yang kedua dari surah Al-A'raf ayat yang ke-10 juzuk yang ke-8 muka surat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sila sambung ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حسبك. Soalan yang ketiga dari surah Thaha ayat 65 juzuk yang ke-16 muka surat 316. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Ulang ayat tersebut dan teruskan dengan ayat-ayat yang seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. حسبك. Soalan yang keempat dari surah Al-Qasas ayat 29 juz yang ke-20 muka surat 389. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Sila sambung ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب قال يا موسى أقبل يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهان فذلك برهان من ربك إلى فرعون فذلك برهانان من ربك فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال رب إني قتلت منهم نفسا قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. حسبك. Soalan yang kelima sila baca dari awal suratul Hasyr juzuk yang ke-28 muka surat 545. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. حسبك. Berpindah ke bahagian tafsir. Soalan yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud. Musawwamatan 'inda rabbik. Surah Hud ayat 82 dan 83. Soalannya, sila terjemahkan ayat tersebut dengan sempurna. Jawapannya, maka tatkala datang masa pelaksanaan perintah kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang terbalik, tertimbu segala yang ada di muka buminya, dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan mereka.
Soalan yang kedua, sila nyatakan nas Al-Quran bagi maksud ayat berikut. Maksud ayat, dan wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi haknya, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi awful mikyal wal mizan wa la tabghasun. Wa ya qaumi awful mikyal wal mizan wa la tabghasun nas asya'ahum wa la ta. Wa ya qaumi awful mikyal wal mizan bil qist. Wa la tabghasun nas asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Jawabannya tepat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.